أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا البرنامج لقاء الأربعاء الثامنة مساء. كنا خصصنا هذا البرنامج للتدريب على النصوص المتحررة كما قلنا وعلى القراءة. النهاردة بإذن الله عز وجل معنا ثلاث قطع إن شاء الله من أدب الاتجاه الوجداني غير نص المساء، دي بنسميه منهج متحرر. رأينا في الثلاث قطع اللي احنا اخترناهم إن شاء الله بإذن الله من بين الكتب إن تكون قطع تترجم حقيقة وتبين خصائص الاتجاه الوجداني. في بس ملحوظة مهمة جدا عاوزين كل طالب وطالبة يخلي باله، لو أنا اقتصرت على حل الأسئلة بتاعة الكتاب النموذج كله هيخلص في 4 دقائق لمعنى كلمة مضاد كلمة أول الصورة، وده مش هدفنا. أنا هدف إنك أنت تسمع بس، شوف ازاي بطلع من هنا ايجاز، بطلع من هنا اطناب، بطلع من هنا محسن، بطلع من هنا صوره. طب ايه خصائص الاتجاه الوجداني؟ يبقى الهدف ان انا مش احل فقط، فالحل يبقى اذا هنستعجل. فاحنا بنرجو ان اخواننا ان شاء الله يخلي بالهم معايا واتحلى شويه بالصبر. برضو بنأكد باذن الله عز وجل ان القطعه اللي معانا ان شاء الله نزل برضو في وصف الفيديو، حابب بقى طبعا انت تنزلها تطبعها زي ما تشوف. نبدأ كده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حضركم القطع اللي معنا على أدب الاتجاه الوجداني، أول قطعة جميلة جدا اخترناها للشاعر خليل مطران، عشان بس نتفق الأبيات اللي معنا مأخوذة من قصيدة اسمها مشاكاة بيني وبين النجم. خليل مطران أو خليل مطران هو من شعراء الطبيعة، وانتوا عارفين ان خليل مطران ده أستاذ الاتجاه الوجداني فممتزج بالطبيعة. القصيدة دي مقدمة للغزل، يعني مقدم بالنجم والطبيعة وبعد كده ختم بالغزل بينه وبين حبيبته. فالقصيدة هذه هتلاحظ ان الشعر مندمج وممتزج بالطبيعة. يقول الشعر فيها، هنقرأ بسرعة: أرى مثل سهدي في الكوكب أحل به مثل ما حل بي، يهم هيامي من وجده ويهرب من مهدي مهربي، إذا سرت بحرا أراه به أنيسي عن جانب المركب، وإن سرت برا يجاري خطاي ففي الشرق آنا وفي المغرب، رفيق السرى فيك جمر يذيب وإن سال كالمدمع السيب، فيا لك من صامت ناطق ويا لك من معجم معربي، أنيس على ما به من أسى، شجي التبسم مستعذبي، وبي مثل ما بك من شاغل ولي مثل ما لك من مأربي. همشي معك واحدة واحدة بالراحة. تعال نطبق نواتج تعلم بالراحة على القطعة اللي معنا. أولا شرح الأبيات وفهم الأبيات. يقول الشاعر فيها: أرى مثل سهدي في الكوكب. السهد هو عدم النوم أو الأرق، هو الشاعر بتاعنا قاعد بالليل شايف قدام النجم بيقول: أرى هذا النجم أريقا قلقا تار النوم من عيني مثل سهري، إذا رأيت في هذا النجم الأرق والتعب مثل أرقي وتعبي، وأرى أن هذا النجم حل به ما حل بي من الألم والتعب. يهم هيامي، لحظة، في اللغة العربية هامة لها معاني عديدة اللي بنسميه المشترك اللفظي. هامة على وجهه، أي مشى على غير هدى. ندي مثال: لا قدر الله لو شب حريق في مكان أقول هام السكان على وجوههم، اجري الكل بيجري، رايح فين ما نعرفش. فكلمة هام على وجه أي مشى وانطلق على غير هدى. وفي هام به أحبه، يقول يهم أي هذا النجم هائم يتحرك على غير هدى، أهو ماشي تماما تماما كهيامي، إذن هذا النجم يسير على غير هدى تماما مثلما أنا أسير على غير هدى، والسبب في هذا الوجد الحزن. يقول يهمك هيامي هذا النجم ينطلق ويتحرك على غير هدى وغير وجهة تماما مثل هيامي
والسبب في هذا الحزن الشديد الذي ألم بهذا النجم وألم بي. ويهرب من مهده مهربي. المهد لها برضو معاني، خلي بالك مشترك لفظي. المهد معناه السرير، والمهد معناه الميلاد، من المهد إلى اللحد. بيقولك النجم ده هربان من السرير بتاعه لا ينام، تماما مثلما أنا أيضا قد فارقت هذا المهد. يقول ويهرب من مهده كمهربي، أي يهرب من النوم وموضع النوم مثلما أنا كذلك بسبب الألم والتعب أفر وأهرب من مكان النوم، قد طار النوم من عيني. إذن في البيت الثاني يؤكد أن هذا النجم هائم مثلما هذا الشعر هائم، وكلاهما قد فر من مكان النوم، طار النوم منهما أو منهما. في البيت 3-4 بيوريك الامتزاج الشديد بالطبيعة، وهو أن هذا النجم ملازم للشاعر. يقول إذا سرت في البحر رأيت هذا النجم في الموج، ورأيته بجوار المركب يؤنسني. طب بالنهار وإن سرت برا هكذا في البر أرى كأن خطى النجم بجوار خطاي، وأراه آنا في الشرق وآنا في الغرب. يبقى بالليل ركب المركبة بتاعتي أرى هذا النجم ملازم لي يؤنسني، هكذا سمير وصديق لي. تبع البر أرى هذا النجم خطاه بجوار خطاي، تارة تراه في الشرق وتارة في الغرب. يقول إذا سرت بحرا أراه أنيسي مؤنسي سميري وصديقي وصاحبي عن جانب المركب، وإن سرت برا يجاري خطاي، ففي الشرق آنا تراه وفي المغرب. البيت 5 و6 و7 فيهم معنى خطير، الدهشة والامتزاج القوي بين الشاعر وبين النجم. يقول رفيق السرى، بينده عليه السرى معناه السير بالليل، يعني يا صاحب الليل يا رفيق السرى، فيك جمر فيك نار، فيك جمر يذيب، وما جابش المفعول به، أي فيك نار وفيك جمر يذيب القلب والأشواق. خلي بالك بقى، فيك جمر يذيب وإن سال كالمدمع السيب، يعني هذا الجمر لو سال سيكون كالدموع التي تنساب كالدمع السيال. إذن يقول هكذا أيها النجم وأيها الساهر مثلي، بداخلك جمر نار مشتعلة، هذا الجمر لو سال منك لأصبح كالدمع الذي يسير بغزارة ولا يتوقف. ثم قال عجبت لك، فيا لك، نداء تعجبي في معنى الحيرة والدهشة، يا لك، فيا لك من صامت ناطق. ما هو النجم بيتكلمش، قال عجبت لك أنت صامت ولكنك تنطق بأبدع الكلمات. ويا لك من معجم أخرس معربي، يعني أنت أخرس أعجم لا تنطق ولكنك تبدع وتبين وتنطق بأبدع الكلمات. وحسب ما إيه حالتك النفسية، لو أنا سعيد هأرى أن النجم ينطق بمعنى الجمال، لو أنا حزين سوف أرى أن النجم ينطق بمعنى الحزن. فقال عجبت لك أنت صامت ناطق، صامت ولكنك تنطق، وأنت معجم أخرس ولكنك تبين وتتكلم. عجبت لك أنت مؤنسي أنيس على الرغم مما بك من أسى وحزن، أنت بتؤنسني على الرغم مما بك من حزن وأسى، وأنت تتبسم لي على الرغم مما فيك من الشجو والحزن. إذن انظر مدى الامتزاج بالطبيعة. إذن هذا النجم صامت ناطق، وهذا النجم أخرس هكذا متكلم، وهذا النجم يؤنس هذا الشاعر على الرغم أنه حزين ويتبسم للشاعر على الرغم أنه حزين. ثم يقول الشاعر وبي مثل ما بك من شاغل، يعني بي شواغل هكذا وهموم مثل ما بك، ولي مثل ما لك من مأرب، أي لي مطالب وآمال مثلك أنت أيها النجم. حبيبنا بعد إذنك، في هنا كلمات لازم تقف عندها حبيبي، المرادفات سهلة نمر عليها في الدقيقة، بس في كلمات مشهورة في المشترك اللفظي، ده اللي بنركز في تلتة على إن الكلمة تنفع أكتر من معنى. أرى السهد في اللغة معناه إخوان الأرق، عدم النوم، يسمى السهد، النوم طار من عينك. أحل به مثلما حل بي، يهم، قلنا كلمة يهم الهيام لها أكثر من معنى، قلت هام على وجهي مشى على غير هدى، وهام بي عشق وأحب.
كهيام من وجده. ملاحظة وأرجو أن تخلي بال سيادتك من هذا، الوجد كلمة لها معنى كثير، المشترك اللفظي. وجد فلان وجدا أي حزنا. طيب بص الكلمة، ركز، وجد وجدا زعلان. طب وجد عليه، ما هذا المشترك اللفظي، أي غضب عليه. طب وجد به، أحبه. وجدت وجدا حزنا، وجد عليه أي غضب عليه. طب وجد به أي أحبه وعشقه. طب وجد الشيء امتلكه. وجدت العلم نافعا أي علمت العلم نافعا، ده بيسموه المشترك اللفظي وصار هذا مشهور. هنجيب لك الكلمة في إطار 3-4 جمل واختر. فكلمة الوجد عندنا هنا المقصود به الحزن. ويهرب به من مهده، قلنا المهد برضو لأكثر من معنى، المهد السرير مكان النوم، والمهد بمعنى الميلاد أي من المهد إلى اللحد، من الميلاد إلى الممات. نخلي بالنا حبايب الشباب، ودرجة العلاقات مهمة جدا، ولذلك أنا لم أقتصر على الحل سريعا. تعال يا فندم اقرأ، يهم هيامي ماشي على غير هدى من وجده. لو سألت سيادتك سؤال، وسؤال بسيط جدا، ما العلاقة الضمنية لقوله من وجده؟ سيادتك بتمتحني، يهم هيامي ماشي على غير هدى من وجده، هل العلاقة اختر ابني نتيجة أم تعليل تفصيل إلخ؟ هنا معنى بسبب، يهم هيامي من وجده أي بسبب حزنه. زي ما أنت تكون زعلان شوية بتمشي في أي مكان في الدنيا تفك عن نفسك شوية، فراعي ما يسمى بالعلاقة الضمنية في النص المقرر والمتحرر والقراءة. يقول إذا سرت بحرا أراه به، قف فكر معي، إذا سرت بحرا اللي يحصل أرى. لو سألتك سؤال أجب، ما العلاقة الضمنية لقوله أراه به هكذا بما قبله؟ إيه العلاقة؟ هل هي تعليل؟ هل هي نتيجة؟ هل هي تفصيل؟ اتفقت مع أولادي وبناتي بدأ المرة 2 و3، أرجوكم أي أداة شرط تبقى العلاقة عندك نتيجة. فإذا الأداة إذا سرت ما النتيجة؟ أرى، فالعلاقة هنا نتيجة. إذا سرت بحرا أراه أنيسي عن جانب المركب، إن مشيت في البحر أرى النجم بجانبي يؤنسني ويطمئنني وأنا في مركبي. وإن أدى الشرط، وإن سرت برا يجاري خطاي أي يمشي بجوار خطاي، العلاقة هنا نتيجة. كما قلت لك الله يبارك فيك، انزل من بين النص فتش دور على البلاغة. فإذا لاحظنا حاجتين، عندنا 3 علاقات، أما الأولى تعليل من وجدي، وأما الثانية نتيجة جواب الشرط إذا أداة شرط غير جازمة. إن سرت برا ما النتيجة؟ يجاري خطاي، فالعلاقة هنا نتيجة يا أبنائي. ففي الشرق آنا وفي المغرب، الآن الزمن والوقت، حبيبي رفيق السرى، تحذير أبنائي وبناتي، هنا إيجاز بالحذف، ومحتاجين طالب متفوق بارع الفكر يفكر معنا. السؤال رفيق السرى ما الذي حذفه؟ فكر. أحسنت، حذف ياء النداء، والتقدير عندنا يا رفيق، وحذفت ياء النداء أبنائي وبناتي لقرب النجم من قلبي. السرى السفر ليلا، فيك جمر، والجمر النار الشوق يذيب، هنا مشكلة كبيرة، فيك جمر يذيب بيدوب، وفوجئت بمفاجأة خطيرة. احتقت لمتفوق رد علي. انت عارف كويس جدا جدا ان من ضمن اسس ونواتج التعلم الايجاز والاطناب والعلاقات، حضرتك بتمتحن هذا العام، جاء بهذه العبارة جمر يذيب، وقال ايجاز بحذف الفاعل، بحذف المفعول، بحذف هكذا نائب الفعل إلخ. الطالب المتفوق يجيب فيك جمر يذيب، ها حذف ماذا؟ أحسنت، حذف المفعول به، قل بقى يذيب قلبي يذيب الأشواق، قل ما شئت. خلي بالك كما قال شوقي، اختلاف النهار والليل ينسي، أي ينسي الإنسان كل شيء. خلي بالك من نواتج التعلم، العلاقات أتينا بها والإيجاز. وإن سال، يعني لو هذا الجمر سال، شوف التشبيه الجميل، كالمدمع السيب، يعني لو هذا الجمر ذاب أصبح كتلك الدموع التي هكذا تنزل غزيرة، السيب التي تنسال. فيا لك، قف حبيبي وحبيبتي، ده اسمه نداء تعجبي، وهذا من ضمن الأساليب الإنشائية، نداء تعجبي فيه معنى الحيرة والدهشة،
كان أقول يا لجمال الزهرة، يا لروعة الطبيعة. نداء تعجبي، قال يا لك. اتعود على الكلام ده يا ابني، مرة تانية تالتة كن معك، فيا لك عجبا لك. في حيرة ودهشة، محتار، هو ايه الصورة اللي انت فيها ايها النجم؟ ايه الصورة دي؟ فيا لك من صادق او من صامت ناطق. هنطلع المحسنات في الايه؟ يعني القسم القادم. ويا لك من معجم، اضف لمعلوماتك المعجم الاخرس، حتى لما يكون سيادتك عندك ارجع للمعجم يفك الاعجام هكذا، معرب فصيح يبين. خلي بالك، بقول لك يا بستارب ده انت صامت ناطق وانت اخرس متكلم. انيس هكذا، خلي بالك لسه بيوصف ده الصفه، صامت ادي واحد، شوف كم صفه يا حبايبي عشان الاستعاره، وناطق ادي اثنين، معجم معرب كده اربعه، انيس انيس يعني مطمئن او سمير او صديق، على ما به من اسى من حزن، شقي الشقي هكذا، صاحب الكلام المؤثر او في شيء من الحزن، التبسمي مستعذبي يعني حتى انك انت برضو وانت شقي لقلك بسمة جميلة ايها النجم، وبي مثل ما بك من شاغل والجمع شواغل، ولي مثل ما لك هكذا، من مأرب المأرب الطلب والحاجة والجمع مآرب. ابنائي وبناتي عاوزين نطلع من هنا المحسنات البديعية، مين من ابنائنا يطلع معنا كده؟ ادي الصبورة كما كانت المحسنات. حبيبنا ارجو منك، هطلب منك وانت اللي جاوب، عاوزين مصدر الموسيقى في البيت الاول. احسن، الكوكب وبي. احذرك وهذا الكلام ما ينضمنش الادب، هقولك استخرج مشهدا او كما قلنا استخرج سمة من سمات الشعر القديم في النص، لان الطالب الشاطر عارف خليل مطران خطوة انتقالية بين القديم والحديث، الطالب البارح التصريع من سمات القصيدة القديمة. هل هذا يعاب على مطران؟ أبدا، مطران هو من قاد حركات التجديد، فكان خطوة انتقالية ما بين الإحياء وما بين كما قلنا يا أخواننا مرحلة الديوان وغيره. فمن سمات القديم في البيت الأول تصريع القصيدة، أضف إلى هذا الوزن الواحد والقافية الواحدة. ثانيا احتاج من اخواننا، هل البيت رقم اتنين في محسن؟ يهم هيامي، هذا جناس ناقص، لو طلب من سيادتك يعني. طيب وينفع برضو سيادتك، ادي عندي كلمة يهرب وادي قدامك مهرب، لو طلب من البيت التاني يفضل في الجناس ان المعنى يكون مختلف، انا اقول لو طلب. حذاري، اضف لي معلوماتك امر خطير جدا، لو الذاكرة بتساعد حضرتك اللي حضر معنا ازاي تتناول نص متحرر، مش في بند يسمى ما يعجبك وما لا يعجبك؟ انا بمتهنك اقول لك ما النقد الذي تراه في البيت الثاني، اتمنى نركز. من ضمن العيوب اللي دايما نوجهها للشعراء ان يكرر كلمة او حرف، هنا ملاحظة خطيرة، كرر حرف الهاء مرات عديدة ربما تتجاوز الخمس مرات، وده عيب كبير قوي قوي، اثقل النطق جعل النطق ثقيل، تبدي خطيرة جدا جدا، ممكن تجيلك يا حبيب. ايه النقد اللي وجه للبيت الخامس عفوا الثاني؟ نعد لها كم مرة؟ ادي يهم ادي واحدة، هيامي اثنين، وجده ثلاثة، يهرب ادي كده اربعة، المهر ادي خمسة، والهاء والمهرب. فبخلي بالك، يبقى ما الذي هكذا، ما الذي لم يعجبك تكرار حرف الهاء مرات عديدة وبعدهم، طب اين الخطأ يعني فين العيب؟ ان هذا اثقل النطق، ولغة الشعر تقوم على اليسر والسهولة، فخلي بالك من هذا العيب عنده. بعد ذلك اطلب من سيادتك الطلب تاني، وهذا الطلب انما هو حضرتك، نبص يا اخواننا اذا سمحت لي على البيت رقم اربعة، البيت الرابع حضركم في محسن بديع، لو حابين نجيبه يا اخواننا كده، اين هو البيت الرابع؟ ترى كلمة الشرق هكذا، وترى برضو سيادتك عندنا كلمة المغرب، فهذا طبق. عاوزين من سيادتك في البيت الخامس، رفيق السرى في كجمر وإن سال كالمدمع السيبي، البيت السادس خطير، صامت وضناطق، هذا طبق يوضح المعنى بالتضاد، وخل معجم هكذا لا ينطق، ومعرب أي يتكلم، ده فيه طبق وفي حسن التقسيم، البيت متقسم، انظر يا أخي من فضلك كده، فيا لك من صامت ناطق ويا لك من معجم معرب، إذا فيه طبق وفي حسن التقسيم. طيب بعد إذنك البيت رقم سبعة، انظر أنيس
مطمئن، سمير وصديق وصاحب، أسى حزن. بص المعنى، الأنس الاطمئنان والحزن هكذا، وبرضو الشقي والمتبسم، ها معنى الحزن ومعنى السعادة. إذن عندي محسنات. حبيبنا وصلنا مع بعض إلى الصور البلاغية، تشبيه، استعارة، كناية، مجاز. هنختار أهم الصور، نبدأ الحل إن شاء الله. أولا يقول الشاعر: أرى مثل سهدي في الكوكب. أرجو تخلي بالك من هذه الصورة، دي تشبيه. إزاي؟ بكل بساطة، هو إيه معنى كلمة السهد؟ الأرق. أرى مثل سهدي في الكوكب، تشبيه، شبه أرق النجم بأرقي الشاعر. أرقه مثل أرقي، سهده مثل سهدي. أحل به مثل ما حل بي، يهم هيامي. حاسب يا ابني أنسة، ده تشبيه، وهذا تشبيه بليغ. إيه معنى الهيام؟ يمشي على غير هدى. شبه هيام النجم ماشي على غير هدى بهيام الشاعر. يهم كهيامي، حذف الأداة، بليغ. خلي بالك يا ابني، يهرب هذه استعارة مكنية. صور النجم كالإنسان الذي يهرب. ويهرب من مهده مهربي. لما تجيبها كلها على بعضها تشبيه. زي ابني بهدوء كده بالفكر، صور وشبه هروب النجم من مهده كهروب الشاعر من مهده. بص من مهده، انظر، ويهرب من مهدي كمهربي. ضاعي، وخلي بالك هذا امتزاج بالطبيعة. انظر البيت رقم 3، يقول الشاعر: إذا سرت بحرا أراه أنيسي. قف، هذه استعارة مكنية. ليه؟ النجم أنيسي، كالإنسان الذي يؤنس، حذف الإنسان وجاء بصفة من صفات. إذا سرت بحرا أراه أنيسي، صوره بالإنسان الذي يؤنسه. خلي بالك، وإن سرت برا يجاري خطاي. أدي كمان استعارة. ليه؟ بيصور النجم بإنسان يجاري خطى الشاعر. رفيق الصورة، خلي بالك هذا نداء، يا رفيق. خلي بالك المحذوف هو النجم، ونخلي بالنا عشان بينده على شيء حقيقي قدامه. فقال يا رفيق، النجم رفيق، فحذف المشبه العادي جدا جدا كأنه موجود. أما جانا بطلع بلا برجع المحذوف. هكذا رفيق السرى تشبيه، صور هذا النجم كأنه الرفيق. فيك جمر، والله حسب ذكاء الطالب وشطرته. لو انت يا سيد قلت شوق وألم كالجمر، في ألم زي النار، عادي حذف المشبه الألم وساب الجمر، فتبقى مع سيادتك إن جبتها استعارة تصريحية ماشي. يذيب، وإن سال هكذا كالمدمع السيبي، هذا تشبيه، فقد شبه ماذا؟ الجمر. هكذا كالمدمع الذي يسيل، الجمر كالدمع السيال. فيا لك من صامت، الاستعارة مكنية رقم 1، صور النجم بإنسان صامت. ناطق، استعارة مكنية رقم 2، صور النجم بإنسان ناطق. معجم، استعارة مكنية رقم 3، صوروا بإنسان أعجم أخرس لا ينطق، يعني لسانه غير واضح. معرب، استعارة مكنية رقم 4، صور النجم بإنسان يعرب، يعني يتكلم يفصح يبين كلامه. أنيس، استعارة مكنية، صور هذا النجم بإنسان أنيس. على ما به من أسر، شقي، استعارة مكنية، صور هذا النجم بإنسان شقي، يعني إنسان حزين متأثر. هنا أمر خطير جدا، لو انت خلي بالك، الاستعارة 2 3 4 5 6، اخشى عليك، ده من خصائص ادب مدرسة الاتجاه الوجداني. رجاء ثم رجاء، اسم الخيال الممتد او الصورة الممتدة. ممكن ينطلب من سيادتك استخرج من البيت السادس والسابع صورة ممتدة. الله يبارك لك، قلناها من قبل، ايه الخيال المركب؟ لو فاكر، كلمة تشترك بين صورتين، تشبيه واستعارة أو العكس.
أنت نجم ضاحك، ده المركب. إنما الممتد أجيب مشبه وكرر، زي ما قلنا هكذا مثلا القمر يبتسم للعاشقين ويغازلهم، هنا تفضل فيا لك من، هكذا إنسان صامت شبهه مرة بإنسان صامت، إنسان ناطق، إنسان معجم، إنسان معرب، أنيس شقي، فالصورة ممتدة. نخلي بالنا يقول وبي مثل ما بك من شاغل، طبعا بيصور هذا النجم كأنه إنسان ذو شواغل، ولي مثل ما لك من مآرب، برضو بيصور النجم كالاستعارة إنسان له أهداف وله آمال. سؤال، هل تحققت خصائص الاتجاه الوجداني؟ طبعا الواحد الامتزاج بالطبيعة والتعلق بها، تشخيص الطبيعة، هتلاقي صورة فيها تشخيص زي كلمة صامت وتكسيمه. ثم قدام سعادتك من ضمن هذه الأشياء التعبير عن مشاعر الحزن من التزام الوزن والقافية، هذه من ضمن السمات، وهنجيب سؤال كامل عن خصائص الاتجاه الوجداني بعد شوية. تعال حبيبي من فضلك كده شوف أسئلتك عليها خالص، إيه معنى كلمة وجدي؟ يهم هيامي ماشي كما قلنا على غير هدى بسبب الوجد، هاي الوجد معنى المحبة، هنا معنى الحزن الفرحة اللقاء، هنا المعنى طبعا الحزن هو اللي ماشي على وجهه تايه كده ماشي يا اخوانا وبيهرب، اكيد مش حب، من مكان النوم اكيد تعبان الان، يبقى المنطق ما يقولش هنا خالص محبة ولا فرحة ولا لقاء، ده الحزن هو الذي خلاه يمشي على وجهه يسيب فراشه يعيش ارق مش طايل طعم النوم. السؤال الثاني مضاد الأسى، الأسى الشجاع لا ما تمشيش، طب ليه؟ لأن الأسى الشجاع عكسها الجبن، يبقى ده ما ينفعش. طيب فكر بالراحة، هل عكس الأسى التفاؤل؟ لا ده ما يمشيش، لأن عكس التفاؤل التشاؤم. طيب الأسى الحزن، العكس الفرح، دي اللي صح، لأن الرحمة عكسها القسوة، فلناخد واحدة واحدة كده يا إخوانا، يبقى الأسى عندي الفرح. جمع الشاغل مشاغل، لا طبعا شواغل هي الإجابة السليمة. نوع المحسن في البيت السادس لما كان بقول يا إخواننا صامت ناطق معجم معرب، هل طبق وجه ناس ما كانش فيه؟ ولما أنا ممكن طبعا نجيب لحظة كده بالضبط ثانية، أدي البيت ستة هون لو تسمح لي الصبورة أنا تفضل كده تمام، أدي البيت السادس صامت ناطق معجم معرب، أنا مش شايف هنا فيه جناس، لكن اللي شايفوا ان فيه طبق فعلا وحسن التقسيم. ولذلك نرجع كده الاسئله بتاعتنا سريعا، ادي المحسن قدامك هيكون عندنا الطبق وحسن التقسيم. ارى به، دي كانت نتيجه، هنجاوب شرط في الثلاث ابيات الاولى فتلاقي العلاقه عندك نتيجه. نوع التشبيه سال كالمدمع السيبي، هو طبعا هنا حضرتك المشبه اللي هو الجمر، الجمر كالمدمع السيب، هذا كما ترى مجمل أم مفصل؟ الصواب أن يكون مجمل. ليه؟ إحنا قلنا في البلاغ لأولادنا وبناتنا إن وجه الشبه لازم يكون تمييز نكر منصوب أو جار ومجرور بيحمل صفة في المشبه به. قلت لك محمد أسد في الشجاعة، ما ينفعش محمد أسد في الصحراء، أو تقول محمد أسد شجاعة فتبقى الكلمة الجمر كالدمع، فهذا مجمل. نوع الأسلوب في البيت الأخير، آخر بيت لما نشوفه ترجعه إن شاء الله، خبري وليس إنشائي. من الأسئلة الفنية اللي معانا، الغرض الشعري هو الغزل، خلي بالك من نقطة عشان ممكن البعض يعترض، أما بترجع القصائد الأساسية هو كمل في النهاية بيتكلم عن حبيبته، اختبال سيادتك، إنما الأبيات دي كانت وصف الطبيعة بس، ومن ضمن سمات مدرسة الإحياء مدرسة الاتجاه الوجداني أنهم يمتزجون بالطبيعة يبثونها الآمال والأحلام. استنتج الأبيات سمة من سمات الاتجاه، دي اسمها سمات الأسلوبية المطران، خصائص أسلوب خليل مطران، سلطة الألفاظ، بيصور مشاعر الحب الخاصة، يشخص عناصر الطبيعة، البراءة في رسم الصور، الحفاظ على الوزن والقافية، برضو جزالة الألفاظ، قوة الألفاظ. طيف الحبيب يلازم الشعر في كل مكان، هو لما جاب البيت سيادتك الثالث والرابع لما فينا نفكر سيادتك بالأبيات، أو ممكن نرجع لها في أقل من لمح البصر، أدي الأبيات قدام سيادتك فين تكون على هذا النحو. بص يا فندم فضلك كده، هلا إذا سرت بحرا أرى، إذا سرت برا، هكذا فرعني البيت الثالث والرابع هذا النجم اللي ربما بيرمز بيه عن الحبيبة، قد يكون كده برضو الله أعلم، شعرهم رمزي، قالوا قدام سيادتك ثلاثة وأربعة
ده الإجابة الصائبة عندنا. حبيب، لو قلبنا كده مع بعض الأسئلة سريعا وصلنا إلى السؤال بتاعنا ونقول حبيبنا اقرأ السؤال ده خطير جدا، ايه الاتجاه الفكري للشعر؟ ده اتجاه وجداني معروف، ده خيال مطران، ده يبقى اللي كنت قلت عليه بيتمثل في الذاتية، الله يبارك فيكم بنت وابني، ده دي صم، وفي نص المساحة حفظناها صم التعليق، بيمزج بين الخيال الكلي والجزئي، اوعى حد ينسى الصورة الكلية التشبيه اللي بنسميها الصوت واللون والحركة، يبقى الذاتية المزج بين الخيال الكلي والجزئي ثم الاتجاه نحو الخيال والاستسلام للأحزان. الوحدة الفنية يا ولادنا يا بناتنا، ايه الوحدة الفنية؟ القصيدة كلها موضوع واحد، فكرة واحدة، إحساس واحد، يبقى ده اسمها سنة الاتجاه الوجداني، الذاتية تحفظ الصمت الاتجاه نحو الطبيعة، الوحدة العضوية تصور مشاعر ايه الخاصة ان كان حزن او فرح، ثم كما ذكرنا يا اخواننا هذه السمات قدام ساعتها. ادي كانت القطعة الاولى موجودة معنا حبايبي، ننتقل مع بعض سويا ان شاء الله الى القطعة الثانية برضو بالترجم خصائص الاتجاه الوجداني، حيث الذاتية والحزن والألم والامتزاج بالطبيعة الى اخره. حبايبنا كده وصلنا الى القطعة الشعرية المتحررة رقم 2، هذا النص الشعري هو على أدب الاتجاه الوجداني، بنأكد ان فيه مجموعة قواعد لازم نكون حافظينها عشان نطبقها على اي نص. ايه هي يا اخوانا القواعد بتاعت الاتجاه الوجداني؟ قلنا الذاتية، الوحدة الفنية، العضوية موضوع واحد، يعني موضوع واحد، الامتزاج بالطبيعة، الإحساس بمشاعر الحزن والألم، تشخيص الطبيعة، تقسيم الطبيعة، قلنا إلى جانب ذلك التزام الوزن الواحد والقافية الواحدة، لأن خليل مطران خطوة انتقالية بين القديم والجديد. القطعة اللي معنا خليل مطران بيتكلم عن محبوبته واسمها سلمى، وسلمى هذه علمت الشعر الحزن والأسى والألم. يقول الشاعر: بيني وبينك يا سلمى مغاضبة، أنت التي علمتني الحزن والأرق، وأنت التي علمت جفني الفراق، فما تلاقيا طرفة إلا ليفترقا، وأنت أوقدت في جنبي الغرام، فما رقدت إلا حسبت المهد محترقا. سلمى بيند عليها: انظري الروضة الغناء ساكنة على نعيم، لكن وقلبي ذاكيا قلقا، من علم الزهر أن يفتر لي كذبا، وباكي السحب أن يندى وما صدقا، ونائح الطير إيلامي بمنطقه، كأنه شارح حالي بما نطقا، ومائل الغصن أغراني بعطفته، فإن دنوت تسامى نافرا فرقا. هذه ذنوبك يا سلمى جعلت بها بعد الصفاء حياتي موردا رنقا أو رنقا. ناخد كده الأبيات بسهولة خالص ونوضح معناه. هو بينده على حبيبته بقولها: بيني وبينك مغاضبة، أي بيني وبينك مشاحنة، غضب، حزن، في مشكلة بيني وبينك، مغاضبة، ما سببها أنت؟ تعليل: أنت التي علمتني الحزن والأرق، بسببك أنت هجرتيني وسبتيني اتعلمت معنى الحزن، لا وبسببك أنت النوم طار من عيني، أجي أنام في المهد في السرير أرق لا أنام، وأنت التي علمت جفني الفراق، فما تلاقيا طرفة إلا ليفترق، أنت التي أطرت النوم من عيني فلقد جفاني النوم، هكذا، وأنت التي علمت جفني الفراق، لمجرد ما بنلتقي لحظة نفترق. طيب، وأنت التي أوقدت في جنبي في قلب الغرام، أشعلت نار العشق والحب والهوى، فما رقدت أجنم إلا وأحسست أن هذا المهد، أي هذا السرير، نار مشتعلة. إذن سلمى وحبها لها أثر أليم وحزين على الشاعر، والدليل في هذا هي التي علمته معنى الفراق وأحس بألم الفراق ووجع الفراق، هي التي علمته معنى الحزن ومعنى الأرق، بل هي التي أشعلت بجنبه ألم الشوق والحب والغرام،
هذا المسكين يجي ينام يشعر أن هذا السرير، أن هذا المهد اشتعل نارا، هذه النار تلهب الشاعر وتؤلمه. المشكلة بقى إن عكس هذا على الطبيعة، فبيعمل لها مقارنة، بيقول لها حرام يا سلمى إن يبقى الطبيعة اللي ملهاش قلب تعيش معنى السعادة، والإنسان صاحب القلب يؤلم أخاه الإنسان. جرب يقول سلمى، بقول لها اتعلمي، اتعلمي الدرس من الطبيعة، انظر الروضة الغناء ساكنة على نعيم. شوفي يا سلمى هذه الروضة الحديقة الغناء كثيرة الغصون قد ايه ناعمة وساكنة، أما أنا أجنام فقلبي ذاكيا قلقة، ذاكيا أي مشتعلا، أجننام أنا قلبي مشتعل بيولع نار الآن بسبب هذا الحب. الشاعر للأسف الحزن انعكس على قلبه وعلى عينه، فشاف الطبيعة بصورة كئيبة جدا، بنسميه زي ما قلنا الإسقاط النفسي. لو أنت فرحان تحس الدنيا كلها سعيدة، ولو أنت حزين تسقط ما بداخلك من حزن على الطبيعة، تخلي الصورة قاتمة. أهو الرجل الغلبان ده بسبب سلمى واللي سلمى عملته فيه، شوف يا ترى خلى الطبيعة كلها خادعة تخدعه. يقول قولي لي يا سلمى من علم الزهر أن يفتر لي كذبا، من علم الزهر الجميلة أن يبتسم ابتسامة كاذبة لي كاذبة. ألا شايف الزهر ده بيبتسم لي، يفتر بيبتسم يعني شفتاه، ولكني أشعر أن هذا الزهر كاذب، فمن علم الزهر الخداع يا سلمى؟ ده مش كده بس، وباكي السحب أن يندى وما صدق، من علم باكي السحب السحاب الخداع، فإنني أشعر أن قطرات المطر ما هي إلا خداع وليست صدق. فالشاعر بتاعنا عكس حزنه على الطبيعة، الزهرة جميلة والغيث والمطر رائع، ولكن بسبب ما به من حزن وألم أحس أن الزهر كاذب، وأن هكذا باكي السماء السحب كاذب. بل استنى بقى، ومن علم الطائر الجميل أن يكون قاسيا، ده الطرد صوته حلو وجميل، من علم الطائر القسوة يا سلمى، قال ونائح الطير إيلامي بمنطقي، من علم هذا الطائر أن يؤلمني بنطقي، أول ما اسمع الطير يغني قلبي لا يولع نار، بل كأنه شارح حالي بما نطق. أنا بحس إن الطير لما يغني وينوح أشعر أنه يغني آلامي ويشرح أحزاني، يخلي النار تولع في قلبي. حتى الطير يقسو علي وتعلم القسوة اللي في الأساس صوته جميل، بل ده الأغصان يا سلمى بسببك أنت تعلمت المكر، ومائل الغصن أغراني خدعني بعطفتي. الغصن يميل يعطف كده، ومن الشعر أجر عليه أمسكه، شوف الغصن يعمل يبقى الغصن المكر، فإن دنوت منه تسامى نافرا فريقا، أول ما قرب منه يسيب ويجري كده، يرفع لفوق نفسه الغصن، بمجرد أن يقترب منه الشاعر إذا بالغصن ينفر ويرتفع، حتى الغصن صار ماكرا خادعا. من علم هذا كله يا سلمى إلا أنت؟ يبقى إحساسه حزين انعكس على كل الطبيعة، فالزهرة خادعة وباكي السحب خادع وكاذب ليس صادق، حتى الطير صار قاسيا، حتى الأغصان صارت خادعة ماكرا. هذه ذنوبك آلامك وأحزانك يا سلمى، جعلت بها بعد الصفاء حياتي موردا رنقا، خلت حياتي الصافية الجميلة كلها كدر وكلها ألم وكلها تعب، وهذا بسبب حبك أنت يا سلمى. بعد إذنك ممكن بس نقول بقى كلمتنا والبلاغيات مع بعض بحيث لا نطيل عليك. بل بيني وبينك يا سلمى، ابقى خلي بالك حبيبي وحبيبتي يا سلمى، ده أسلوب إنشاء خبر يا أبنائي، ها طبعا ده أسلوب إنشائي ومنعه استفهام، غرضه إيه؟ لما حبيب يكلم حبيبته مش هينفع نصح ولا إرشاد ولا تنبيه، استعطاف، ده بيتزلل ليه، ولهذا اللي مع ده هذا نداء، الغرض اللي فيه قدام سعادتك استعطاف، بحيلة تسمعه. بيني وبينك مغاضبة، أنت التي علمتني الحزن والألم. هنا إحنا عايزين طالب متميز، الله يبارك فيك بنت وابني. لو أنت بتمتحن وسألتك سؤال، ما علاقة قوله أنت التي علمتني الحزن والأرق
اللي قلناها من قبل نواتج تعلم، هل تعليل أم نتيجة؟ بقول بيني وبينك مغاضبة. ليه يا عم الشاعر؟ إيه السبب؟ لأن هي اللي علمته الحزن. هكذا يبقى طبعا قدام سيادتك أدي عندنا تعليل. وأنت التي علمت جفني الفراق، فما تلاقيا طرفة لحظة إلا ليفترق. ثانية، عاوزين طالب متفوق ربنا يحفظك، أدي ما وإلا أسلوب إيه يا دكاترة؟ هذا أسلوب قصر، طريقته النفي والاستثناء للتأكيد والتخصيص. وأنت أوقدت أشعلت في جنبي في صدر الغرام، في طلب ربنا يحفظ شطرة قصر جميل. أوقدت الغرامة، قدم الجار والمجرور على المفعول بي. أولادي هفترني ساتة بنمتحن وامتهي بكلمة أوقدت في جنبي الغرام، وقلت هذا قصري بتقديم، أقولك بقى الخبر المفعول بالفعل هنا الجار والمجرور. فما رقدت نام كده إلا حسبت المهد، قلنا السرير ها محترق. شوف القصر الجميل، بيقول لها أنا مجرد بس ما جنام لسه بحط جسمي على السرير، أشعر أن هذا السرير هذا المهد بقى نار مشتعلة، هذه النار تحرق كل أعضائي. فما رقدت إلا حسبت قصر بالنفي والاستثناء للتأكيد والتخصيص. سلمى، اوعى من ده، إيجاز جميل جدا جدا، حذف الياء. سلمى يعني يا سلمى، ها إيجاز، خلي بالك إيجاز، حذف ياء النداء لقرب سلمى من نفسي. انظري، بس انظري هذا أمر أسلوب إنشاء مش كده، انظري كلام بيتعاد، فيه تمني وفيه رجاء. انظري بقول لها بصي بعد إذنك ممكن تنظري، هذا أسلوب إنشائي جميل، ها نوع تمني. انظر الروضة، جمع كلمة الروضة روض مش رياض، خليك شاطر. ليه يا أولادي؟ لأن روضة أدي أول سلمة أول درجة، اجمع الروضة روض، اجمع بقى الروض رياض، خلي بالك من نفسك، يبقى جمع الروضة روض إنما رياض جمع الجمع. انظر الروضة الغناء، الغنية بالأشجار. ساكنة المضاد مضطربة على نعيم، بقول يا أستاذ إيه مضاد النعيم؟ طبعا النعيم عندنا إن في شيء من الراحة، مضاد كلمة النعيم عندنا البؤس والشقاء هكذا. وقلبي ذاكيا، اوعى من كلمة ذاكي، شوف المقارنة الجميلة، المقابلة الجميلة. بقول لها بص يا سلمى مش ليك يعني بتشوفي الحديقة قدية كلها أشجار، بالليل نايمة وهادية ورايقة وزي الفل، أما الشاعر الغلبان ده بينامش يا سلمى. فكلمة ذاكيا أي مشتعلا، خليك ناصح، ما هو كلمة ذاكيا تيجي من الذكاء المشترك اللغوي، ذاكيا أو لك فاطنا ها هلفلفة كده ستتلفلف في الإجابة، ذاكيا أو لك اختر فاطنا مدركا منتبها مشتعلا، لا تبقى شرط هنا معنى كلمة ذكاء اشتعل. طيب يبقى الزهر نايم مستريح وقلب مولع نار بالليل يا سلمى. من علم الزهر؟ استنى استنى، تعال تعال، انت بتمتحن، انا بكلم بصدق، هجيب لك من علم الزهر وقول لك ايه غرض الاستفهام في البيت الخامس وخيرك. من علم الشعر في دهشة وحيرة، فلم يسمى استفهام للدهشة والحيرة والتعجب. بقول لها بستغرب مين اللي علم الزهر الكذب يا سلمى، من علم المطر الخداع يا سلمى، مندهش. فنقول هذا استفهام في معنى الدهشة، هكذا في معنى الحيرة. من علم الزهر والمفرد فيها زهرة، كانت العام الماضي عملت مشكلة، أن يفتر لي كذبا يعني يبتسم لي كذبا، وباكي السحب المطر أن يندوى ما صدق، بيتهم المطر بالكذب. بقول مين اللي علم هكذا باكي السحب المطر، مين علم المطر الخداع؟ مع العلم ان هذا المطر يأتي بالخير، لكن الشاعر زعلان فيرى ان هذا المطر نوع من الخداع. ونائحة الطلح، استنى استنى، او نائحة الطير، النائح اسم فاعل اللي بينوح، الطير بينوح. ايلامي بمنطقي، مش اقلب الكلام، يعني اول ما بينطق بتألم. من علم الطير ان هو يجرح الناس، ده صوت الطير جميل، لكن انا حزين اول ما بسمع هذا الصوت بتألم، زي المحب العاشق يسمع الغنى قلبه يولع نار لأن قلبه فيه لهيب. قال من علم هذا الطائر أن يؤلم قلوب المحبين بنطقه، كأنه شارح حالي، كأن هذا الطائر يشرح حالي بما نطق. ومائل الغصن، الغصن الميال، أغراني بعطفتي الميل، فإن دنوت تسامى، أول ما قرب من الغصن ها يضحك عليه ويخدعني ويطلع لفوق، حتى الغصن بيخدع الشاعر.
هكذا نافرا هاربا بيولي يولي الأعلى. فكلمة فرق يعني هذا الغصن يعلو لأعلى. هذه ذنوبك يا سلمى جعلت بها بعد الصفاء حياتي مورد، المورد منبع، رنق الرنق الكدر عندنا. أحبائي الشباب لو سمحت ممكن بسرعة نطلع مع بعض المحسنات البديعية. لو بصينا إذا سمحت كين فضلك عند حضرتك، آدي البيت رقم واحد، اقرأ وأنت التي علمت جفن الفراق فما تلاقيا إلا ليفترق. لو سيادتك بننتحب ونحطه في إطار نواتك تعلم اختياري، نوى المحسن في البيت رقم اثنين تلاقيا افترق. طيب وأنت أوقدت جنب الغرام في جنب الغرام فما رقدت إلا حسبت المهد محترقة. سلمى انظر الروضة الغناء ساكنة، خلي بالك أدي ساكنة أهي نايمة وهدية زي الفل، على نعيم وقلبي ذاك ينقلق بالراح، ساكن القلب هذه الحديقة. وطبعا قلبه كما قلنا الآن حاجة تانية، ينفع الشطر ده مقابلة. طب مقابلة ازاي في المعنى؟ بيقارن بين حالته وحالة الحديقة. الحديقة نايمة مبسوطة في نعيم مستريح، والشاعر الغلبان والآخر لا، ده حالته كما قلنا قاسية جدا، فيجي ينام يشعر كأن نارا في قلبه. من علم الزهر أن يفتر لي كذبا، وباكي السحب أن يندي وما صدق، ونائح الطلح إيلام بمنطقي كأنه شارح حالي بما نطق. هتلاقي سيادتك توفير الوقت كده أخذ باب بصينه فضلا كده، هلاقي كلمة اسمها كلمة رنق، المية الكدرة المعكرة والصفاء المية الصافية. وبرضو يا أخواننا أرجو من سيادتك اقرا كده، ومائر الغصن أغراني بعطفتي فإن دنوت، ها فإن دنوت قربت شوية منه اللي يحصل على طول تسامى، أول ما قرب يعلو، فإن دنوت تسامى علي. ما العلم لو بنت متفوقة وشطرة أسألها سؤال فإن تسامى أو فإن دنوت تسامى، لو سألتك سؤال لإخوان إيه علاقة تسامى بما قبلها، الناس فهمت اللعبة، أي أسلوب شرط نتيجة، فإن دنوت النتيجة تسامى، فكلمة دنوت قربت من الوسط يتسامى يعلى الفوق. أحبائي تعال نطلع كده بعض الصور اللي معنا كده. بيني وبينك يا سلمى مغاضبة، أنت التي علمتني الحزن وأنت التي علمت جفني، بس وقف عاوزين طالب متفوق. بالمناسبة طلبة كتير أنا حاسس والله أجابت، ما الجمال في جفن، أنا واثق منك، ممتاز برافو عليك، أصبت. هذا مجاز مرسل للجزئية. ليه؟ لأن عبر بالجفن أراد العين، إجابتك سليمة. وأنت أوقدت في جنب الغرام، أنا عايز طالب متفوق يرد علي. بص أوقدت الغرام، أنا مستنيك بقى، ما الجمال في أوقدت الغرام؟ أحسنت، استعارة مكنية لي بيشبه الغرام. الغرام ده زي مين يا إخواننا عندنا؟ بيصور أدي الغرام أهو قدامك، يعني الحب. الغرام نار ونار تشتعل، أدي المشبه ده المشبه به، أشعلت الغرام على طول هكون قدام سيادتك هنا، آدي استعارة مكنية ليه؟ صور الغرام بنار تشتعل. طيب فما رقدت إلا حسبت المهد محترقا، ماشي حسبت المهد محترقا، لكن عن شدة الألم والحزن للشاعر. سلمى انظر الروضة الغناء ساكنة على نعيم، الروضة الغناء ساكنة ممكن يخليها هنا صورة جميلة استعارة قدام سيادتك، ليه؟ صور هذه الروضة كإنسان ينام هادئا، قلبي ذاكيا قلقا، إن قلت كناية عن شدة الألم شدة الحزن لا مانع. من علم الزهر أن يفتر لي كذبا، بص من علم الزهر وتقل استعارة صور الزهر بإنسان يتعلم صح، طب من علم الزهر أن يفتر لي كذبا يعني يبتسم كذب، وتقل لي استعارة مكنية صور الزهر بإنسان كاذب، ده من وجهة نظر الشعر تمشي عادي جدا، صور هذا الزهر كأنه إنسان خادع لا مانع. وباكي السحب أن يندي وأن يندى يعني نزل مطر، باكي السحب هكذا دي استعارة جميلة جدا، ليه؟ بيصور السحب كإنسان يبكي، عايزة كلها وباكي السحب أن يندى وما صدق، وتقال استعارة مكنية صور باكي السحب بإنسان غير صادق
وماله عاطفة الشعر حزينة عكس على الطبيعة، شايف حتى هذا المطر ليس فيه صدق. اقدر اتصرف من نفسك، طلع صورة واتنين، حرك الألم بتاعك، خلي ألم حر. الباكي السحب، استعارة مقنية بصور السحب إنسان باكي هكذا مش خطأ. وقال لي وباكي السحب أن يند وما صدق، صور باكي السحب بإنسان غير صادق. ونائحة الطير، أدي قدام سيادتك عندنا هذه استعارة مقنية. ليه؟ صور الطير بإنسان ينوح، ونائحة الطير، صور الطير هكذا كإنسان ينوح. ونائحة الطير إيلامي بمنطقي كأنه شارح، وقال لي استعارة مقنية، شبه هذا الطير بإنسان يشرح لا مانع. ومائر الغصن أغراني، أنسة شطر قالت استعارة مقنية، شبهت الغصن بإنسان يغريم هكذا. إن دنوت تسامى، بنت متفوقة ربنا يحفظها قالت كلمة تسامى نافرا، قالت استعارة، صورت الغصن بإنسان يعلو، بإنسان يتسامى، بإنسان ينفر، هذه استعارة. درب نفسك على هذا الكلام. هذه ذنوبك يا سلمى جعلت بها، بص خلي بسيطة كده، بعد الصفة حياتي موردا رقة، جعلت حياة المشبه الحياة يخبرنا شبهنا بالمورد البئر المنبع الرنق، أو كلمة جعلت حياتي موردا رنقا، هذا بليغ. قلنا شرط وجه الشبه الجار والمجرور بفيه والتمييز، بص كلمة حياتي موردا، جعلت حياتي موردا، فعندي سيادتك هذا تشبيه بسبب سلمة وما فعلته، حياته أصبحت مورد أي منبع ولكنه كدر، يعني فيه شيء من الكدر اللي هو كما قلنا الماء غير الرائق. برضو ان طلبت من سيادتك هل تحققت سمات الرومانتيكية، برضو ما زلت مصمم. اولا الذاتية، اتنين الامتزاج بالطبيعة، خلي بس التلاتة الوحدة الفنية اللي هي العضوية، اربعة باش مهندس قلت لسيادتك تشخيص الطبيعة وتقسيم الطبيعة، ما تنساش التعبير عن مشاعر الاسى والحزن والالم، اوعى تنسى الى جانب الوزن الواحد القافية الواحدة. تعالوا حبيبي كده مع بعض ان شاء الله نشوف الاسئلة كده بسرعة. اول سؤال، مرادف كلمة ذاكيا، شوف كده الاختيار، يلا ذاكيا، منتهيا، منتبها، ذكي، متشوق، مشتعل، مضطرب. طبعا الإجابة عندنا حبيبي الشباب هكذا، ذاكيا أي مشتعلا. إيه جمع كلمة الروضة؟ احنا كنا قلنا الروض، الروض ولا الرواضي ولا الأروضة؟ قلنا جمع الروضة الروض. مضاد كلمة ساكنة، طب الساكن عكس الراحل، الراحل عكس المقيم، الساكن عكس المضطرب لأن الثائر الهادئ، والغاضب قلنا الهادئ أو الراضي، يبقى كلمة الساكن المضاد فيها عندنا مضطرب. طب نائح الطلح، قلنا نائح الطلح اللي قدام سيادتك عندنا هذه استعارة، هو يجوز فيها صورتين تمشي، يعني في طلب لك نائح الطير بيشبه الطير بإنسان ينوح، استعارة مكنية، حد التشبيه بليغ بيشبهه بالنائح، الصورتين يجوز فيها. والأجمل أن تقول نائح الطلح استعارة بيشبه هذا الطير كإنسان ينوح، إنما ينفعش طبعا تشبيه مفصل خالص. طيب فالإجابة عندنا هذه استعارة مكنية بهذه الصورة، صور الطير أو الطائر كأنه إنسان أو شخص ينوح، له نواح بكاء. علاقة تسامى دي نتيجة، لو رجعنا الأبيات وأنا منزل لك النموذج كله مجاب عنه بفضل الله هتلاقي ده جواب شرط، وهنا تعود أن جواب الشرط بيكون نتيجة. تكرار الاستفهام طبعا ده بيدل على ماذا؟ التعجب والدهشة، وفي حيرة، تعجب، دهشة، من هكذا. طب في البيت الثالث قصر أداته، هل يا ترى تقديم مفعول به، تعريف طرفين، النافع والاستثناء؟ طب تعال نشوف إلا، إيه رأيك نبص على البيت الثالث اللي قدام سيادتك هكذا في لحظة بس ونرجع كالي إن شاء الله. أدي الأبيت، البيت الثالث، وأنت أوقدت في جنب الغرام، فبص فما رقت إلا، مو إلا قدام سيادتك، طبعا مو إلا بهذه الصورة، يبقى هذا عندنا قصر بالنفي ومن والاستثناء. أدي قدام سيادتك في البيت ثلاث قصر، هكون بقى طبعا الأبيات قدامك، يعني تقديم المفعول به هو كان مقدم الجر والمجرور، فهو كان في قصرين جر ومجرور وكان في موئلة، فطبعا اللي قدامي النفي والاستثناء مش هينفع اجيب طبعا الاثنين مع بعض. أسئلة مهمة جدا بقى اللي جاي، وضح من خلال الأبيات أثر العشق والفراق على الشاعر شرح، وإن كان طبعا الشرح مجيء ومشكوك فيه بس يتعرف. أثر تأثر الشاعر بالعشق وفراق المحبوبة، فأحس خداع الطبيعة في الزهر والسحاب وقسوة الطير وخداع الغصن، ده إحساسه لما محبوبته سلمى هاجرته أحس بهذا كله.
بين كيف صور الطبيعة. برضه سؤال مهم جدا، شخص الطبيعة وجسم الطبيعة وخلت تشاركه آلامه وأحزانه، صور الطبيعة هكذا في الأبيات بصورة إنسان مخادع قاس، ماشي، صور الشرق الطبيعة بصورة في الأبيات دي فيها رجال عفوا بصورة إنسان مخادع قاس، كقول الزهر كذبة باقي السحب وما صدق، نائح الطير ماء الغصن أغراني. فأنت كطالب شاطر الله يبارك فيك، كيف صورها؟ شخص الطبيعة هكذا وجسمها، جعلها تشارك آلام وأحزان مثل، قول بقى إن شاء الله تجيب صورة أو كلمة. دي اسمها أسئلة مقالية، أي نعم نادرة الإتيان بس بتدرب عليها، إن إزاي صورها جعلها حية ناطقة تشارك الآلام الأحزان، كل ده مهم جدا جدا. طيب ايه نوع الاسلوب في سلمى؟ نداء استعطاف، يا سلمى وانظري تمني ورجاء هكذا. سيادتك ادي كان عندنا القطعة الثانية بهذه الصورة التي معنا كما ترى. حبيبنا كان ده الجزء الثاني اللي معنا في النص النصوص المتحررة. حبيبنا وصلنا الى هذا الجزء الثالث، هنقوله ان شاء الله كده بسرعة، برضو ما زلنا بنأكد الاتجاه الوجداني. هنقول بقى طبعا الكلمات مع الشرح. يقول الشاعر: أيها الطائر المغني، ينادي على هذا الطائر بلا نفير ولا نظيم، بقول له أيها الطائر الذي يغني، لا بيغني النثر زي حالتنا ولا بيغني الشعر، يغني بأصوات عذبة لا هي شعر كشعرنا ولا خطب كنثرنا، من لي بشدو طليق فن، من لي بشدو، يعني أنا أتمنى إن أنا أقول مثل هذا الغناء، أتمنى أن أغني كغنائك وأغني ألحانك أيها الطائر، من لي بشدو طليق فن كشدوك المطرب الرخيم. الرخيم العزب بيتمنى، قلت بياريتي بصوتي وآدائي وشعري كصوت الطائر الجميل العزب، برضه هي الطبيعة من سمات الاتجاه الوجداني. بل فأنت تجدو وتغني بلا بيان بلا شعر، الطائر بيكلمش أصوات جميلة، وما تشاء المنى تجيب، يعني كل أمنية أنت تشاء وتجيبها، يعني حياة الطائر سهلة، فأنت تحقق هكذا ما تشاء من المنى. ونحن بقى إحنا البشر، إحنا الشعراء اللي عندنا الألفاظ والمعاني، ونحن باللفظ والمعنى نعجز عن بعض ما نريد، أي نحن بما نملكه من ألفاظ ومعاني نعجز عن تحقيق الأمنيات، بل نعجز عن التعبير أحيانا. يبقى حياة الطير جميلة ورائعة، فهذا الطائر الذي لا يملك الكلمات ولا الألفاظ يستطيع أن يحقق ما يريد، أما نحن أصحاب الكلمة نعجز عن هذا. فالشاعر بقى بيخير، اسمه أمر بلام الأمر، يخيرك ليشكي ما شاء كل شاكي، يعني كل إنسان بهواه، الإنسان الذي يريد أن يشكو فليشكو مما دهاه من الأمور، فليشكو كل إنسان مصيبته بالكيفية التي يريدها، وما علينا من حزن باك هكذا إذا خلصنا إلى السرور. يعني خلص بقى نترك الباكي يبكي والحزين يحزن ونخلص نفسينا، وعلينا أن ننتقل من حالة الحزن إلى حالة السرور، وما علينا، علينا أن نتخلص، أن نترك حزن الحزين يعيش مع حزن، لكن علينا أن نخلص، أن ننتقل، أن نتجه إلى السرور. فلنترك الحزين بحزنه، ولنترك المتألم بألمه، وننتقل ونتجه إلى حياة السرور، إلى حياة السعادة كحياة الطير. نبدأ كتحليل الأبيات. يا أيها الطير، هذا النداء، النداء ده قدام سيادتك عندنا، يا أيها الطير فيه معنى التمني، يتمنى أن يسمع. يا أيها الطير المغني، لو طالب متفوق ربنا يحفظ الاستعارة مكنية، صور الطير بإنسان يغني إجابة سليمة وزي الفل، بلا نثير ولا نظيم، أي بلا نثر ولا شعر. هنا في أمر خطير جدا جدا وأنا خايف عليك منه، في محسن بديعي قليل إتيان بس في الأبد كتير، اسمه مراعاة النظير، النثر والشعر، وانت عارف ان النثر كلام والشعر كلام، فده محسن بديعي، هذا المحسن البديع بنسميه قدام سعادتك هكذا مراعاة النظير، بس بنعبر او بنسجل كل حاجة مع بعض، صور ان كان محسنات ايجاز اطناب كل ده.
فأنت تجدو هذه استعارة مكنية. صور عندنا هذا الطير بإنسان يجدو بلا بيان أي بلا كلام. وما تشاء المنى تجيد أي تجيد المنى ما شئت. ونحن باللفظ والمعنى، خلي بالنا إن اللفظ والمعنى برضو يا أبنائي ده مراعاة نظير. اللفظ والمعنى دايما كل لفظ مرتبط بالمعنى فبنسميه مراعاة النظير. نعجز عن بعض ما نريد، هكذا. بص، نحن باللفظ والمعنى ده مراعاة نظير، نعجز عن بعض ما نريد. طالب ربنا يحفظه ويفكر، قال تم كلمة نعجز ونريد، تم هو ده عندنا ما نريد، هذا طبق طبق بس مش سلب عشان دي بمعنى الذي. نعجز عن بعض الذي نريد، فكلمة نعجز ونريد طبق. ليشكو اللام دي لام أمر، أمر بلام الأمر للتخيير، بيخيرك براحتك بقى. ها، اللي عاوز يشتكي يشتكي، اللي عاوز يبحث عن السعادة يبحث. ليشكو ما شاء كل باكن أو كل شاكن مما دهاه من الأمور وما علينا من حزن باكن. هكذا إذا خلصنا نجونا إلى السرور. هتلاقي سيادتك إن كلمة زي كلمة السرور ودي كلمة زي كلمة حزن، هذا قدام سيادتك عندنا طبق. تعال نبص على الأسئلة، هل هي أسئلة عادية؟ إيه معنى الصوت الرخيم؟ الرخيم المقصود به هنا حبيبي الصوت العذب، لأن طبعا الرخيم مش معناه العالي ولا الساكن ولا الشديد، صوت رخيم عذب. مضاد كلمة نعجز نعرف، لا ده عكس كلمة نعرف نجهل. طب نبلغ، لا ده كلمة نبلغ ممكن نكتم أو نمنع. نقدر عكس المقدرة العجز، لكن نعبر لا طبعا يبقى عكس العجز المقدرة. نقول جمع الفن فنون. طيب الغرض من نداء، ما هو بينادي يا أيها الطائر، مش بيعظم ده، بيتمنى أن يسمعه، إيه العقل؟ من المثل العليا، دي مشكلة الناس اللي مذاكر أدب، مش قلنا المثل العليا الحرية والتواصل والإخاء إلخ. في الأبيات دي سيادتك في البيت الأول أما ترجع له هتلاقي معنى الحرية، لما تقرأ كده يا أيها الطائر المغني بلا نفس حرية، أنت بتغني هكذا بمطلق حريتك. فربط الأدب بالنص وقال يا إخوان آية الآت، قال هل الإخاء والتواصل؟ لا، ما فيش إخاء وتواصل في الأبيات. هل مجافاة القبح؟ ما فيش تخلف أو قبح. هل العدل؟ كتينة الحرية، أنت بتغني بحريتك. فيبقى بالفعل ده بينطبق مع المثل العليا اللي في الأدب. إيه نوع الصرف؟ كلمة ملي بشدو، طبعا الكلمة عندنا ملي بشدو، هذه بقى يا إخواننا ملي بشدو طليق فن كشدوك، تشبيه لي، بيتمنى أن يكون شدو شعر، خيال ما ترامبولي ريك كان شعري كشدو هذا الطائر. طب ليه؟ شدو الطائر جميل وعذب رخم، لا فيه هموم ولا فيه أحزان، فتمنى لو كان شدو أي شعره كغناء هذا الطائر. فطبعا بين جدا تشبيه. سيادتك الشعر بتاعنا في البيت الأخير إذا خلصنا إلى السرور فيها إيجاز، ده كان واجب بننبه عليه إن طبعا حذف جواب الشرط. إذا خلصنا إلى السرور النتيجة، أدي إذا دي الأداة، إذا خلصنا النتيجة لما نخلص بقى للسرور حذف الجواب سعدنا. أقولك إيه؟ إذا ذاكر محمد نقط نجح، إذا أهمل الطالب نقط فشل. فقال إذا خلصنا إلى السرور، طب النتيجة حذف أي سعدنا، ها؟ أي بقى فيه السرور، بقى فيه شيء من الراحة، فحذف جواب الشرط إلو كما قلنا إذا، أصبح عندي حذف جواب الشرط. السؤال ده مهم جدا، ربطني بالأدب. طبعا هنجيب لك القطعة بالكتاب بتاعك في وصف الفيديو بكل شيء، وحاطين إضافات كثيرة عليه. وصف مطران شعره بأنه ليس ناظمه بعبده. مين من حبايبي حضر معنا الأدب؟ لو حد فاكر قلنا ليس ناظمه بعبده يعني مش خاضع لتقاليد الشعر القديم زي الوزن والقافية أو زي سيادتك التصريع أو زي مناجاة الصاحبين. وصف مطران شعره ليس ناظمه بعبده أي أن الشعر لا تتحكم فيه تقاليد الشعر زي مناجاة الصاحب وكذلك الأطلال والتزام الوزن والقافية. نجد أن الشعر بدأ بمناجاة الطبيعة الامتزاج بها، نوع في القوافي، في بقية النص هتلاقي القوافي متنوعة. طيب بص يا فندم، هكمل علل تنويع الشعر بين الخبر والإنشاء. كنت قلت الحبايبي السؤال ده خطير جدا في البلاغة، لما ينوع بين الخبر والإنشاء حاجتين عشان يقر إن كلامه حقيقة ثابتة لا تقبل نقاش ولا جدال، وفي نفس الوقت برضو إثارة الذهن وجذب الانتباه لفت النظر لما يقول. كنا حذرنا من هذا السؤال، لمزج بالاتنين، بيقر حقيقة ده دي واحد، وبيلفت النظر بيجذب الانتباه إلى ما يقول. شوف سيادتك الإجابة، الإجابة لتقرين كلام حقيقة ثابتة. هي إيه الحقيقة الثابتة؟ إن صوت الطائر جميل، إن الطائر بيحقق أمنياته،
ان الطائر مش شايل هموم، ان الطائر عنده بيان بيعرف يعبر، وان احنا الشعراء اصحاب الكلمه احيانا بنعجز عن التعبير. ادي الحقيقه قد ما في صوره ايه، مره الاستفهام ومره عندي سيادتك ده ومره الامر، اذا مزج بالاثنين ليقر ان كلامه حقيقه ثابته والثانيه لفت النظر وجذب الانتباه هكذا الى ما يقول. حبيبي بهذا بنكون أنهينا الثلاث قطع النصوص اللي معنا النهاردة. أتمنى نكون إن شاء الله وفقنا بإذن الله عز وجل أن ننزل لسيادتك الثلاث نصوص كاملين موجب عنه، ممكن إن شاء الله بإذن الله تقرأهم مرة واثنين. خلي بالك من حاجة مهمة جدا جدا، إحنا بنلجأ لشرح الأبيات والصور عشان أدربك على الصورة، أدربك على إن كان تعليل إن كان نتيجة العلاقات، كل ده إن شاء الله في النهاية بيكون المردود بتاعه جميل جدا. حبايبي ربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الأسبوع القادم بقى هنلتقي بإذن الله في حاجة اسمها القراءة المتحررة، إزاي نقدر بإذن الله نتناول موضوع قراءة بإذن الله عز وجل. إلى أن نلتقي الأربعاء القادم بإذن الله، أدعو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفيق. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.